أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: جاء في كتابكم الملخص الفقهي أن الضيف يدخل تحت صنف ابن السبيل كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والسؤال: هل الضيف هو المسافر فقط أم حتى الأضياف من الجيران وغيرهم؟ وهل لي أن أستأجر له غرفة في فندق مثلا من مال الزكاة؟ اللي جيرانك أو أقاربك هذول زوار، ما نقول لهم ضيفان، الناس يسمونهم ضيفان وهم ما هم زوار. الضيف هو ابن السبيل الذي يحتاج إلى الطعام والشراب والمأوى عن البرد، هذا هو الضيف. أما اللي يجيك زائر فهذا يسمى زائرا وليس ضيفا. ولا الضيف ما تأخذ له بالفندق، ما تأخذ له الضيف بالفندق، هذا الزائر تأخذ له بالفندق، أما الضيف ما تأخذ له. إن كان في كما سمعتم، إن كان في البلد شيء يبيت فيه مثل المسجد يروح للمسجد، إن كان ما فيه مكان والوقت بارد فأنت تؤويه وتدفئه، إلا إذا خفت منه، إذا خفت منه فإنك تؤويه لكن مع الحذر منه. نعم، هذا سبق لكم. نعم.